أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان. هذا المساء أبدأها بالعناوين. لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة تبحث مع دقل التطورات السياسية والأمنية بالسودان. حكومة ولاية جنوب كردفان تؤكد دعمها للمفاوضات القادمة بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح. وزارة المالية والبنك المركزي يعلنان غدا برنامج الإصلاح المصرفي والسياسات النقدية. أهلا بكم. شدد عضو المجلس السيادي محمد حمدان دقلوا على أن العقوبات التي فرضت على السودان منذ العام 2005 من قبل مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1591 قد انتفت أسبابها تماما. وأكد حميتي خلال لقائه رئيسة لجنة الأمم المتحدة للعقوبات الخاصة بالسودان وجنوب السودان، أكد أن السودان أحرز تقدما كبيرا في إرساء السلام والاستقرار بعد التغيير السياسي الذي حدث مؤخرا عقب مباشرة الحكومة الانتقالية لمهامها، مما يتطلب رفع العقوبات عن السودان وإزالة اسمه من قوائم الإرهاب. رحب والي شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي بوفد حركة جيش تحرير السودان جناح مني أركم الناوي الزائر للولاية برئاسة مستشار الحركة جمعة وكيل أنجل. وقال الوالي لدى لقائه الوفد إن فرص تحقيق السلام أصبحت متاحة من خلال توفر الإرادة السياسية ورغبة كافة الأطراف في تحقيق السلام، وأشار إلى أهمية تضافر كافة الجهود المحلية والدولية لإنهاء مشاكل كافة أهل دارفور. جينا بعد غياب طويل جدا أدامت 15 سنوات، وحقيقة احنا جينا نبشر احنا بالسلام، وجينا نتفاعل مع قواعدنا، وجينا شاطر احنا في النزوح واللجوء. وحقيقة احنا يعني جينا ولاية يعني نبشر احنا بالسلام. السلام بقى اصبح واقع معاش، وتغيير اصبح بقى ملموس، واحنا جينا ندعم التغيير ده ونحافظ على التغيير الموجود ده. وحقيقة احنا يعني برضه جينا نوري احنا برضه في سلام اجتماعي حقيقي بخاطب، او سلام اجتماعي حقيقي بخاطب جذور الازمه اللي خلت انه في نزوح في اللجوء. احنا جينا عشان نعالج المساله دي، وان شاء الله لقينا برضه ترحاب كبير من السيد الوالي ومن اداء حكومته، واحنا سعيدين بوجودنا هنا في فاشر. من جانبه أوضح مستشار حركة جيش تحرير السودان جناح مني جمع الوكيل أن زيارتهم للولاية تأتي في إطار التبشير بالسلام ودعم ومساندة التغيير والثورة التي حدثت بالبلاد، وأكد أن السلام أصبح واقعا ويجب على الجميع العمل لتحقيقه. نحن سعيدين أن نكون في فاشر السلطان، وسعيدين أن نلتقي بجماهير الحركة، ونحن نفتكر أنه الفاشر هي مقر الأساسي والخلفية الصلبة لحركة جيش تحرير السودان بقيادة الرفيق مني أركم الناوي. أيضا نحن سعيدين أنه نلتقي بكل قواعدنا في معسكرات النازحين، ثم بعد ذلك سنلتقي بجماهير الفاشر العريضة، وسنلتقي بالقوة السياسية وبكل قطاعات المجتمع في الفاشر. حقيقة السلام أصبح واقع كما ذكر رفيق أحمد جدة، وأيضا نحن سنحاول نشرح أسباب قدومنا إلى الداخل دون توقيع أي اتفاق. أكدت حكومة ولاية جنوب كردفان دعمها للمفاوضات القادمة بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح بعاصمة جنوب السودان. وقال موسى جبر محمود الأمين العام لحكومة جنوب كردفان ممثل الوالي خلال مشاركته في الحفل الذي نظمته قافلة نداء السلام التي سيرتها منظمة هوى السودان بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني، قال أن الولاية تشهد السلام والاستقرار وتدعم بقوة المساعي المبذولة من قبل الأطراف كافة، وأبان بأن هذه القافلة هي خير دعم لمسيرة السلام بالولاية. جماهير ولاية جنوب كردفان عندما تريد أن تحرك وجدانها لابد من أن تذكر إشارة خاصة بالسلام، لأننا عانينا في الأعوام الماضية من ويلات حرب أضرت بإنساننا وباقتصاده وبنشاطه وبثقافته وحتى بتواصله الاجتماعي. لذلك فإننا نعد العدة في هذه المرحلة، والحكومة بشقيها السيادي ومجلس الوزراء هي الآن على اعتاب الذهاب لمواصلة مشوار الحوار والتفاوض في دولة جنوب السودان في جوبا.
من جانبه أوضح أحمد عبد الرحمن ممثل الهلال الأحمر السوداني أن قافلة السلام هي عبارة عن مبادرة بين جمعية الهلال الأحمر السوداني ومجموعة هوى السودان، وأشار أن الفن يحمل قيم السلام والتسامح، الأمر الذي يتطلب دعما ووقفة، وأكد بأنه سوف بل بأنهم سوف يبشروا بالسلام في كل محليات الولاية المختلفة والسودان أجمع. الهلال الأحمر السوداني بترعى هذه المبادرة لأنها بتنشر قيم السلام عبر الأغنية، وحقيقة مثلت هذه المبادرة دافع كبير جدا للهلال الأحمر السوداني في أنه يرعاها، لأنها بترسل قواعد السلام وبترسل أنه نحن ننطلق إلى الأمام عبر هذه الأغنية التي تحمل المعاني التسامح والقيم الإنسانية النبيلة. نحن الآن في مدينة كادوغلي. وصلت إلى الخرطوم مساعدات غذائية وطبية من دولة الكويت، وتزن المساعدات 10 أطنان، منها 7 أطنان أدوية طبية. وكان مدير إدارة الكوارث والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الكويتي يوسف المعراج إن المساعدات الإغاثية تأتي استكمالا للمساعدات السابقة التي قدمتها الكويت عبر الجمعية بتوجيهات من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد. وأشار المعراج إلى أن الكويت سبق وأن أرسلت 3 طائرات محملة بالمساعدات للسودان، وذلك لتقديم العون للمتضررين من الأمطار والسيول التي شهدتها البلاد خريف هذا العام. في الوصول إلى جمهورية السودان عن طريق سلاح الجو الكويتي محملين حقيقة ب10 أطنان 7 طن أدوية و3 طن من الحليب البودر للأطفال. يعتزم وزير المالية إبراهيم البدوي ومحافظ البنك المركزي حسين جنقول إعلان برنامج الإصلاح المصرفي والسياسات النقدية للمرحلة الانتقالية في ندوة عن القطاع المصرفي والإصلاحات الاقتصادية مساء غد السبت. أوضح المتحدث الرسمي باسم اتحاد المصارف طه الطيف في تصريحات صحفية أن البنك المركزي سيعلن مسودة السياسات النقدية للعام المقبل ومرتكزات إصلاح القطاع المصرفي خلال الفترة الانتقالية. وأضاف الطيب أن مصرفيين ورجال أعمال سيناقشون القضايا التي تهم الاقتصاد والقطاع المصرفي مثل الصيرفة في السودان والمركز المالي المجتمع للقطاع المصرفي منذ العام 2012 وحتى العام 2018 وأثر التضخم على هذا المركز. أبدت النرويج حرصها على إنجاح اجتماع مجموعة أصدقاء السودان الذي سيعقد بالخرطوم الشهر المقبل. وبحث السفير النرويجي لدى السودان بارت هوبلاند مع وزيرة الخارجية السودانية بحث ترتيبات عقد الاجتماع، وجاءت فكرة اجتماع أصدقاء السودان في الخرطوم في اجتماع للمجموعة عقد بأمريكا على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث أكد الاجتماع على ضرورة التنسيق مع الحكومة السودانية وتبادل المعلومات حول أنواع المساعدات التي تريدها الخرطوم في العام المقبل. أمن حزب التحرير والعدالة على ما تم التوافق عليه بين أحزاب وتحالف القوى السياسية السودانية، وكانت تحالف القوى السياسية قد قررت التشبيك بين كافة المكونات السياسية استعدادا للانتخابات القادمة. وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب عمار زكريا إن اجتماع الهيئة القيادية للحزب أقر تعديلات هيكلية واسعة على مستوى الأمانة العامة وعلى مستوى الولايات في إطار استعداداته للمرحلة القادمة، وأكد أن الحزب يراقب راهن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد بالدراسة والتحليل لتقديم مساهمته الوطنية في الحل. أغر الاجتماع بعملية التشبيك التي أغرها تحالف القوى السياسية السوداني أيضا على كافة المستويات التنظيمية من القمة للقاعدة، وبالإضافة لإعادة النظر والتنسيق مع كافة القوى السياسية السودانية التي تدعو إلى دولة المواطنة، بالإضافة للاستعداد المبكر للانتخابات القادمة.
بدأت ولاية النيل الأبيض برنامجا لتوفير مقاعد لجلوس الطلاب بمدارس الولاية، ودشن حيدر علي الطريفي والي النيل الأبيض المكلف البرنامج بمدرسة الصفاء النموذجية بنات بربك، وتبلغ كلفة البرنامج الذي تموله حكومة الولاية 10 ملايين جنيه، ويشمل المدارس بمرحلتي الأساس والثانوي. وأكد الوالي التزام حكومته بتوفير متطلبات العملية التعليمية فيما يتعلق بالإجلاس والكتاب المدرسي والاهتمام بالمعلم من خلال التدريب وتأهيل المعلمين. ويهدف المشروع إلى توزيع أكثر من 2000 مقعد لمرحلتي الأساس والثانوي بولاية النيل الأبيض. الولاية بتدشن خطة الإجلاس لطلبة المدارس الثانوية والمدارس الأساس بعد توقف دام ل4 سنوات، يعني آخر إجلاس خشى هذه الولاية في العام 2015. الحمد لله نحن الآن توفقنا، وبعد ما دفعنا حوالي 10 مليون تحصلنا على كمية من الإجلاس، كمية مقدرة، لكن لا تفي حاجة الولاية. طوافنا على المدارس بأكد أنه المدارس بتعاني بصورة كبيرة جدا من الإجلاس، الناس بتجلس على البنابر وكراسي من البيوت إضافة إلى علب، يعني مستوى متردد جدا من الإجلاس. بإذن الله تعالى هذه الدفعة هتكون دفعة قوية في إطار الإجلاس بالمدارس الثانوية ومدارس الأساس. من جانبه قال يحيى إبراهيم آدم المدير العام لوزارة التربية والتوجيه أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة الوزارة لتوفير المقاعد لجميع مدارس الولاية بغرض تهيئة البيئة الدراسية للتلاميذ وتحقيق تحصيل أكاديمي بمرحلتي الأساس والثانوي. حضرنا وحضورنا كان بطعم الشهد، لأنه الولاية لها 3 سنوات لم تحظى بإجلاس، والحمد لله الآن تحصلنا على 1269 وحدة أساتذة الثانوي و1400 وحدة ثلاثية لطلاب مرحلة الأساس، وأنا أعتبر هذه إضافة مهمة وكبيرة جدا. وكما هذا العام العام 2019 نتقدم بالشكر الجزيل لحكومة الولاية، لأنها الحمد لله في المجالات المحاور الثلاثة تم تعيين تقريبا 10 ألف معلم، وقبل شهر ونيف دشنا الكتاب المدرسي، واليوم ندشن الإجلاس، وهذا أنا أفتكر عطاء ممتاز. يصادف 14 نوفمبر من كل عام اليوم العالمي للتوعية بمرض السكري. في ولاية القضارف سجل مركزها المتخصص في المرض نجاحا كبيرا في تقليل نسبة بتر الأطراف إلى أقل من 1%، وذلك بفضل خدماته المتكاملة التي اجتذبت ولايات الجوار وتعدتها إلى الدول المجاورة. طفرة لا تخطيها العين في مجال تقديم الخدمات الطبية هنا في ولاية القضارف، يقف مركز السكر التخصصي شاهدا على ذلك من خلال الخدمات العلاجية المتكاملة التي يقدمها في ظل تزايد الإصابة بالمرض. 250 شخص هو متوسط التردد اليومي على المركز. مريض السكري ما لم يتهم انه المرض ده مرض مزمن ومرض لازم بقية حياته ويعرف انه العناية به وعناية متكاملة، ما تخصص واحد ولا دكتور واحد ولا شخص واحد يستطيع انه يجابه كل مضاعفات مرض السكري، فبالتالي لازم تكون في عيادة متكاملة. العيادة دي فيها التخصصات دي كلها، الحمد لله احنا بديناها في القضارف في 2009، بدأت كل التخصصات، يمكن المبنى والبنية التحتية ما كانت بالمستوى ده، لكن الكادر كان مدرب تدريب عالي جدا وعارفين شغلهم، وبدينا بإمكانيات بسيطة جدا، لكن في النهاية وصلنا للحاجة اللي احنا عايزينها. يعني بدينا القضارف في 2006 كانت نسبة البتري فيها تفوق 20% من الجروح الطرفيه بتاعت السكري، لكن الحمد لله بعد المركز استمر السنه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه لحد ما وصلنا في 2015 نسبه البتر بقت اقل من 1%، والحمد لله المركز الان عنده سمعه كويسه جدا. المركز الذي بات مقصدا للباحثين عن العلاج من الولايه وحتى من خارجها، يقول المرضى انه وفر عليهم عناء السفر بما وفره من خدمه طبيه متكامله. اطر مركز يعني في مصاف المراكز العالميه، فمركزنا ده يعني بيستقطب كل المرضى من جميع الولايات بخارج القضارف، وبه كل التخصصات الطبية، عناية بالأقدام، معمل، عملية، كل الكوادر الطبية مؤهلة. الإحصاءات حسب الإداريين بالمركز تقول بأن أكثر من 10,000 مريض هو حجم التردد خلال السنوات الثلاث الماضية، جميعهم وجدوا الخدمة والرعاية المطلوبة، بل تعدى الأمر إلى مواطني دول الجوار. دي السنة الثالثة في المركز الجديد ببنيته الحالية دي، بيشهد تطور مستمر. نحسب ذلك التردد الحمد لله وصل تردد تراكمي لأكثر من 12,000 مريض،
بتردد يومي فاق ال 250 مريض ما بين متابعات الفحوصات للعلاجات، بجانب ال 40 الى 50 غيار للعمليه يوميا. الحمد لله اللي الخدمات في المركز اطلعت بقت تقدم على مستوى الولايات المجاوره وبعض دول الجوار. الرابع عشر من نوفمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للسكري. في ظل تزايد عدد المصابين بالمرض، إلا أن ما يقدمه مركز القضارف من رعاية وخدمة قد قلل نسبة البتر إلى أقل من 1%، وسجل استقراراً في معدلات الإصابة بفضل برامج التوعية والإرشاد. محمد الفاتح، الشروق، ولاية القضارف.